الخلوة. الخلوة دي هي المرحلة الأخيرة للسحرة بعد ما بتتعلم كل حاجة على إيد واحد من السحرة الكبار. بعد كده لازم تدخل حاجة اسمها الخلوة، وده عشان تحضر واحد من ملوك الجن أو الشياطين، تعمل معاه العهد، واللي بيه هيخلي تحت إيدك عدد من الجن عشان يساعدوك في الشغل بتاعك، سواء بقى كانت أعمال أو فك أعمال، بس الأكتر هو الفساد في الأرض وبكل أنواعه. والنهاردة هو اليوم اللي قبل خلوتي واللي هيبتدي بكرة. وزي ما انتوا عارفين الخلوة دي بتبقى 40 يوم، وفي خلال 40 يوم دول بقول تعويذ وطلاسم لتحضير ملوك الجن والشياطين زي ما قلتلكوا قبل كده. وعشان اقدر ادخل الخلوة لازم اولا اكفر بوجود الله والملائكة والرسل، واعلن ولائي لملوك الجن والشياطين. انا عارف ان كلامي تقيل على البعض، بس هي دي الحقيقة. انا اسمي حسام، او كان اسمي حسام، بس بعد ما دخلت عالم السحر والجن اسمي بقى حكم. وللعلم اسم حكم ده في عالم الجن له شنة ولنة، اما بقى ليه فده اللي هيظهر لكم معايا وانا بحكي حكايتي. في اليوم اللي قبل الخلوة قابلت الشيخ جريد. الشيخ جريد ده هو اللي علمني السحر. قلت له: عم الشيخ جريد، انا مش مصدق انك وافقت اخيرا اني ابتدي خلوتي. مش انا اللي وافقت، هما اللي شافوا انك تصلح، بس برضو ده كان حلم بالنسبة لي. المهم تنفذ كل كلامي بالحرف، وإلا الخلوة دي بدل ما تبقى بدايتك هتبقى نهايتك، فهمني؟ ما تقلقش يا مولانا، أنا مستعد لكل حاجة. طيب وخدت قرارك هتطلب مين؟ أيوة هما 2، ولازم واحد منهم يرد. طيب قولي مين يمكن أساعدك؟ صلهوب أو طيقل. أنت اتجننت، دول محدش بيقدر يحضرهم، ده أنا نفسي ما استجراتش استدعيهم. بس واحد منهم يا شيخنا هيديني قوة ملهاش مثيل. أنا بس بحذرك وأنت حر، في الخلوة دي أنت هتكون لوحدك ومحدش هيحميك، وأي قلق أو خوف منك هيكون قدامه حياتك، دول مش بيهزروا. وبعدها سبت الشيخ جريد ودخلت أوضتي واللي في بيت الشيخ، زي ما الناس بتقول عنه الشيخ جريد. أنا كنت قابلته زمان وأنا لسه شاب صغير، كنت جاي مع أبويا واللي كان عايز يعمل عمل لواحد جاره. أيوة ما تستغربوش، في رجالة كمان بتروح للطريق ده، الطريق ده مش مقتصر على حريم بس. أنا ساعتها شفت اللي بيعمله، وبصراحة الفضول أولا وحب الفلوس ثانيا هما اللي شدوني للطريق ده، لأن يومها حسبتها حسبة صغيرة. أبويا اداله 1500 جنيه، وكمية الناس اللي كانت موجودة بره لو كل واحد فيهم اداله اقل حاجه 500 جنيه يبقى الراجل ده في اليوم الواحد بيعمل له 20,000 جنيه مرتاح. انا يومها عرضت عليه ان اكون المساعد بتاعه، وفعلا بقيت المساعد بتاعه، كنت بقف على الباب ادخله الناس. بعد شويه طلبت منه انه يعلمني. انا استغربت جدا انه وافق وبالسرعه دي، والصراحه انا كنت تلميذ شاطر، اتعلمت كل حاجه بسرعه، الطلاسم وطرق التحضير، كنت بحضر معاه جلسات كمتفرج يعني، وبرضو اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت ازاي العمل بيتعمل، وايه الطلسم اللي بيتكتب، وايه الطلسم
اللي بيتقال، وتعلمت اللغة بتاعت الجن. ما هم أصلهم بقى ليهم لغة معينة بتنذها بيهم، وبعد كده بتكلمهم بلغتك أيا كانت. بس المهم التحضير في البداية لازم يكون باللغة بتاعتهم، ده طبعا احتراما وتقديرا لهم وتبجيلا. المهم أنا يومها دخلت أوضتي وابتديت أجهز. عشان تبقوا فاهمين، أجهز دي يعني إيه؟ أجهز دي هي أسوأ الأمور عند الناس الطبيعية، لكن بالنسبة لنا إحنا كسحرة فهي أمور عادية. أول هام بنعمل حاجة عندكم تبقى جريمة جدا، بنجيب لباس عادي وبندخل بيها دورة المية عشان ننجسها، وبعدين بتفضل في نجاسة ومفيش مية بتلمسك ولا أي تطهر مكان البول ولا الغائط حتى. بتفضل بكل أنواع النجاسة وعلى الحال ده لمدة 40 يوم بتوع الخلوة لحد ما يخلصوا. تاني يوم خدت الحاجات اللي احتاجها وطلعت على الجبل. ايوه الجبل، ما هي الخلوة لازم تكون في مكان فاضي وابقى لوحدي. هناك لقيت غار، المفروض اني هدخل الغار ده ومش هخرج منه مدة الخلوة كلها. اكلي وشربي وحمامي وكل حاجة هتبقى في نفس المكان، والمفروض اني اول ما ادخل هعمل طلسم على الحيطان بتاعت الغار، وده اللي هيحصل مع اول يوم واول عزيمة لحضور صلهوب واللي انا قررت ابتدي بيه. لكن اول يوم ما حصلش حاجة، ودي حاجة انا كنت متأكد منها انه مش هيحصل فيها حاجة، بس انا كان لازم اعمل كده. وبعد اول 10 ايام ابتدى الغار يبقى زحمة جدا. انا مش شايف حاجة، بس الحر اللي بيحصل بيدل على وجوده. المكان ابتدت ريحته تبقى اسوأ ما يكون، قمة في القرف والتقزز اللي ممكن تشوفه في حياتك. بس انا كان لازم اكمل، مش هينفع، لازم اكمل، انا لسه قدامي الشهر بحاله. وفي اخر يوم الخلوة كان لازم حد من الاثنين يظهر، يا اما هرجع تاني واتعلم من الشيخ جريد، وبعد سنة كاملة ارجع لنفسي مكاني اجرب. يومها اول ما الشمس غربت قعدت في الارض وابتديت اقول العزيمة وارسم على رقعة الجلد اللي معايا طلسم التحضير، وبرضه مفيش حاجة بتحصل غير بس ان الحر بيزيد. لكن فجأة لقيت الرقعة دي بتتحرق والمكان بيتملي دخان. ياه اخيرا نجحت. انا ما انكرش يومها اني كنت خايف، بس في نفس الوقت كنت فرحان جدا، فرحان من ان العزيمة اللي قلتها واللي هي خاصة بطيقل اشتغلت. لقيت صوت بيقول لي ازيك يا حكم. فرديت عليه وقلت له حكم، انا اسمي حسام. ده كان في الماضي. كل الصوت ده كنت بسمعه وهو لسه ما ظهر ليش حاجة، فقلت له طيب وش معنى حكم يعني؟ انا اخترت لك الاسم وملكش القرار من النهاردة، اسمك بين الناس وبين الجن هو حكم. اخيرا لقيت واحد بيفهم، سجودك ده معناه انك اتعلمت كويس وتقدر دلوقتي ترفع راسك وتشوف مولاك الجديد طيقل. رفعت راس ساعتها وشفت قدامي حاجة شبه الانسان العادي مع اختلافات خفيفة. كانت ودانه
تشبه ودان القطط، وعينه واسع جدا ولونها أخضر، وإيديه إيديه كانت طبيعية لحد المعصم، بعد كده تحسها بتختفي من كتر ما هي رفيعة، وبعدين كف إيده عملاق جدا، يمكن أكبر من بطنه كلها، ورجله برضو نفس الكلام، كانت رجل طبيعية لحد الجزء اللي قبل القدم، بقى رفيع جدا، والقدم نفسها كبيرة جدا. هو فعلا ده تايكل اللي قريت عن أوصافه. فقلت له: مولاي تايكل، أنا جاهز للعهد. أكيد يا حكم، أنت جاهز. ساعتها لقيت إيدي اتجرحت لوحدها ونزل منها دم، بس الدم ده ما نزلش على الأرض، لا ده طار في الهواء باتجاهه وخرج منه هو كمان دم، والنقطتين دخلوا في بعض في الهواء. أول لما اختلطوا النقطتين أنا شفت، أيوه شفت كائنات كتير بتتحرك يمين وشمال وبسرعة رهيبة، كانت بتجري في الغار واللي هو أصلا يدوب أنا واقف فيه بالعافية. كانت أشكالهم مخيفة جدا، بس أنا ما كنتش خايف. لما دمي اختلط بالحاجة الغريبة واللي خرجت من تايكل دي، عيني فتحت وشفت اللي ما كنتش شايفه. قلبي ساعتها جمد وما بقيتش اخاف نهائي. لقيت تايكل بيقول لي: اكتمل العهد، كل اللي حواليك دول هم خدمك، هيطوعوك في كل حاجة انت عايزها طالما انت محافظ عليه. العهد بينا عهد دم، وقوته بقوة روحي ووجودي نفسه. فضحك تايكل ساعتها واختفى من قدامي، وابتدت رحلة السحر والشعوذة. رجعت تاني يومها لجريد، واللي اول ما شافني لقيته بيقول لي: ايه سبع ولا ضبع؟ خلي بس اللي واقف وراك ده يوسع عشان اللي جايين معايا. حبيبي يا ابني. وخدني جريد بالحضن وكأني ابنه وراجع بأعلى الشهادات. ما كانش مصدق نفسه لما قلت له ان تايكل هو اللي ظهر لي، واني عملت معاه عهد بالدم واختلط دمي بدمه. لقيت جريد بيقول لي: واختار لك اسم ايه؟ قال لي ان اسمك حكم. حكم؟ هو قال لك كده؟ ايوه. انت عارف يا ابني ان اقوى ساحر سفلي اتوجد كان اسمه حكم، ولحد دلوقتي محدش يعرف هو مات ولا اتنقل للعيش تحت. طيب وتفتكر يا مولانا هو قصده ايه؟ يمكن شايف مستقبلك هيبقى زيه. يا ريت يا مولانا. بعد كده اتفاجئت بان الشيخ جريد كان بيجهزني علشان اخد مكانه، مش علشان هو هيبطل، لا ده علشان هو رايح يرتقي لمستوى اعلى. بيتقال ان في كهف في منطقة في المغرب، والكهف ده على بابه صخرة كبيرة جدا، والصخرة دي بتتفتح مرة واحدة في السنة، وبيخرج منها الصحراء او اللي بيتبقى منهم، وبيدخل مجموعة غيرهم، وبرضو بيصفوا على عدد قليل جدا هو برضو اللي بيقدر يخرج من الكهف. المفروض ان الساحر بيدخل ومعاه طلسم لواحد من ابناء ابليس، وبيطلب يعمل عهد معاه، ولو قدر يعمل العهد بطريقة صح من غير ما يخسر حياته، بيقابله حارس البوابة للكهف وبيلعبه نوع من انواع الالعاب المميتة، واللي لو عدى منها بيخرج وبيكون من اقوى السحرة في العالم، واتصاله بيبقى بواحد من ابناء ابليس. اللي انا فهمته ان حكم ده
اتصاله كان بإبليس نفسه، وده شيء صعب جدا في عالم السحر والصحراء. وفعلا سافر الشيخ جريد، واللي برضو عرفت ان اسمه الحقيقي مش جريد، اسمه الحقيقي كان طارق، بس جريد ده الاسم اللي اختاره ليه الامير العشيرة اللي هو استدعاه. الشيخ جريد مشي وفضلت انا، وابتديت رحلتي في الاعمال والسحر وأزية الخلق. وعدت السنة جارية، كنت عملت فلوس كتير ونجحت في وسط الناس نجاح ملوش زي، لدرجة اني بقى في ناس بتجيلي من كل مكان ومن بره مصر كمان. في يوم لقيت طيقل داخل عليا. طبعا انا قمت مفزوع وسجدت على الارض. لقيت طيقل بيقول لي: سيدك جريد راجع ومعاه عمي دنهش. فرديت عليه وقلت له: بجد الشيخ جريد رجع من الكهف، قدر انه يطلع، وكمان معاه مولاي دنهش بنفسه؟ ايوه، لازم تكون في استقباله، خلي الخادم بتاعك يؤمر الناس انها تمشي، وخلي بالك دنهش ما ينفعش تزعله. ايوه طبعا، انا ما اقدرش على زعله. ساعتها طلعت جارية انادى المساعد بتاعي: يا منتصر. خير يا مولانا، امرني. ببلغ الناس اللي برا ان انا عندي خلوة كام يوم ومش هينفع اقابل حد، وانت كمان عايزك تمشي وما تجيش قبل 4 ايام. فاهم يا منتصر؟ امر مولانا. ومشي منتصر المساعد بتاعي ومشى الناس، وانا ابتديت اجهز لاستقبال مولاي دنهش. انتوا متخيلين انا هقابل دنهش نفسه؟ ذبحت يومها كام قطة وفرقت جثثهم جوه البيت، وحطيت بخور اسمه الشذاب، وبخور تاني اسمه الحلتيت، وبخور عشبة السدر، ودي الروايح اللي كان بيحبها. ابتديت بعد كده اقرأ تعويذ الترحيب. امرت العشيرة واللي هي تحت امرتي انها تستعد لاستقباله. وفعلا عدى يوم وتاني يوم، باب البيت اتفتح ودخل الشيخ جريد. انا شفته كان واقف وراه، وشه كان شبه الديب، طالع من راسه قرون مش قرنينه بس، ايديه ورجليه شبه القرد بس كان فيهم مخالب مش صوابع، ظهره كله كان اشواك، كان ليه ديل طويل، عينيه كانت منوره كأن فيها نار. لا مش كأن، هي فعلا فيها نار، نفس شكل النار اللي بتبقى جوه الدفايات بتاعت القصور دي زمان. سجدت على الارض اول ما دخل وظهر في البيت، وكل العشيرة اللي معايا سجدت هي كمان. لقيت الشيخ جريد بيقول لي: قوم يا حكم، قوم قابل مولانا دنهش ابن ابليس العظيم. بس الشيخ جريد كان شكله متغير، وشه سواده زاد، والحمار اللي في عينيه بقى اغمق، وشفايفه بقى زرقاء جدا، وجسمه بقى يشبه الهيكل العظمي. رفعت راس ساعتها وبصيت لدنهش، واللي ابتسم ابتسامة كبيرة وشاور علي وقال: انت حكم الجديد، انت متأكد يا طيقل من الكلام ده؟ عشان يرد علي طيقل ويقول له: مولاي تأذن لي اني اقف. طالما صاحب العهد وقف يبقى لازم تقف. مولاي حكم الجديد
هيكون اقوى من القديم. وايه السبب يعني؟ مولاي اكيد فتنتك بينت لك كل حاجة. هيبان فعلا كل حاجة. بعد كده لقيت الشيخ جريد بيقول لي: اخبارك كلها يا حكم كانت عندي، كنت فخور بيك وبأعمالك، وخصوصا ان في سحرة تلاميذها طلبت منها العون ضدك، وده معناه نجاحك. واللي يثبت نجاحك اكتر اني ولا مرة انت طلبت مني العون، وقدرت السيطرة على كل حاجة، حتى على ابن الاحمر واللي كان مع الشيخ ده، اسمه منير تقريبا. هو الموضوع وصل لك يا شيخ؟ وصل لي، بس ده وصل للعالم السفلي كله، ان ازاي ساحر من الانس قدر ينتصر على واحد من بني الاحمر. بس انا ما اقدرش انكر ان وجود مولاي طيقل معايا هو اللي ساعدني وسهل لي كتير. طبعا طيقل ده مش سهل، وانا عارف كده كويس. مولاي طيقل من اعتى الملوك في العالم السفلي، ودلوقتي يا حكم احنا بقى معانا الاقوى والاقوى والملك المتوج عليهم كلهم. طبعا يا شيخ، ده شرف عظيم لنا وجود مولانا دنهش معانا. ومن يومها ابتدت رحلة جديدة من الكفر والسحر والأعمال، بس المرة دي على نطاق أكبر وأوسع، لأن كان معانا دنهش ده الملك المتوج على ابناء إبليس كلهم والأكثر بطشا فيهم. وعدى سنين كتير، والشيخ جريد بقى أقوى ساحر موجود على وش الأرض، وأنا معاه في كل مكان. ظهرت معاه في كل حاجة راح يعملها أو عملها. وفي يوم جه جريد وقال لي: جه وقتك يا حكم. وقتي يعني إيه يا شيخ جريد؟ أنت كده مستعد للكهف، هتسافر وتستنى قدام الكهف يومين، هتعتبر نفسك في خلوة خلالهم، وبعد يومين هيكون ميعاد فتح البوابة، وهتدخل مع السحرة اللي داخلين، وهتبتدي جوه تختار صخرة هتقعد قدامها. شغلك الشاغل في السنة دي انك هتركز على واحد من ملوك الأبالسة انه يحضر معاك، ونصيحتي اعمل عهدك مع دنهش، لان لو انا وانت عهدنا معاه هنكون اقوى ما يكون، ومفيش اي حد هيقدر يقف في وشنا. يعني انت شايف يا شيخ ان انا كده مستعد؟ طبعا يا حكم. يبقى انا مش هعمل عهد مع دنهش. انت في دماغك حد معين؟ ايوه، بس مفاجأة. وفعلا سافرت ووصلت عند الكهف بمساعدة طيقل، واللي اول ما وصلت هناك قال لي: انا اخري هنا وهمشي، وبكده عهد وعهدك انتهى. يعني ايه يا طيقل؟ يعني مهمتي معاك انتهت طالما انت وصلت لهنا. لو خرجت هيكون معاك ملك من الملوك، ولو ما خرجتش هتبقى حياتك انتهت. طيقل قال لي كده واختفى من قدامي. انا وقتها شفت كل ساحر من الموجودين معاه صاحب العهد بتاعه كان بيسيبه ويمشي. عرفت ان السنة دي واللي هتبقى السنة الفاصلة في حياتي، وخصوصا ان اللي بحاول احضره ده مميت،
وإن في صحرا كتير ما يستجروش يفكروا أصلا في تحضيره. إحنا قضينا اليومين دول قدام الكهف، بعد ما خلصهم لقينا الصخرة بتتفتح، وشفنا الصحراء واللي كانوا جوه خارجين، وكل واحد منهم كان بيقف قبل الخروج بخطوتين، منهم اللي بيخرج ومنهم اللي كان فجأة بيختفي. أنا فهمت ساعتها يعني إيه ممكن مخرجش. بعد كل ده والعدد الكبير اللي كنت شايفه قدامي جوه الكهف، اللي خرجوا بس هم خمسة، خمسة بس هم اللي خرجوا. بعد خروج الصحراء دول اتحركت الصخرة على آخرها وابتدينا احنا ندخل، وفجأة الصخرة اتقفلت علينا. ساعتها شفنا كائن عملاق عظيم جدا وضخم، كان أبشع ما يكون. لقيته بيقول لنا: أنا حارس كهف دانيال، وانتم المفروض صفوة الصحراء في العالم البشري، والسنة الجاية انتوا هتعيشوا هنا، وهتحاولوا تحضروا ملوك من أعتى وأقوى ملوك بني الأبالسة عشان تعملوا معاهم العهد، وبعد السنة ما تخلص في منكم اللي هيموت ومنكم اللي هيفضل عايش، بس مسابقة الخروج هي الأقوى، وكل ما الملك اللي معاك ما بيكون قوي كل ما فرصتك في الخروج بتبقى أفضل. بعد الكلام اللي قاله ده اختفى الحارس. لقيت كل الصحراء راحوا ناحية صخرة ضخمة وعملاقة، وقفوا قدامها وسجدوا كلهم. اللي عرفوا ان دي صخرة حكم الساحر، الساحر العظيم واللي تايكل اطلق علي اسمه. عند الصخرة دي حكم حضر ابليس وعمل معاه العهد، ومن وقتها محدش بيقدر يقعد قدامها. بس من فروض الولاء ان اول ما يدخل الكهف لازم يسجدوا قدام الصخرة دي تبجيلا لإبليس العظيم. أنا ساعتها فاجئت كل الموجودين إني دخلت وقعدت قدامها. سمعت ساعتها ورايا همهمة كتير. طبعا أنا عارف الهمهمة دي ليه، بس ما كانش عندي وقت. ساعتها ابتديت أرسم طرسم التحضير على الصخرة، واللي أول لما شافوها الهمهمة دي زادت والكلام كتير جدا ورايا. ساعتها سمعت حد بيقول: انت متخيل انك هتقدر على اللي بتعمله ده؟ ادي يا اخوانا اول واحد مات بسبب الجهل والعجرفة، اللي انت بتحاول تحضره ده صعب يعمل عهد، وما قدرش على كده غير اتنين بس في التاريخ البشرية كلها. اول واحد كان النمرود، وده حاكم الكون كله، وتاني واحد كان حكم اعظم ساحر في التاريخ، بس اللي ما تعرفوش انهم ضحوا بحاجات ما تتخيلهاش عشان يوصلوا لكده. ساعتها لفيت انا وشي ناحيتهم وبصيت لهم وضحكت ضحكة قصدت انها تكون مخيفة ومرعبة، ورجعت تاني لجلوس قدام الصخرة. ابتديت ان اقرأ عزايم التجهيز لتحضير ابليس، ومن اول يوم ابتدى يبعت لي الدعاء بتوعه، هما اسمهم كده، بيجوا قبل حضورهم. في منهم اللي بيعلمك ومنهم اللي بيخوفك منه، عشان لو قلبك مش من القوة اللي تتحمله هيكون فعلا موتك على ايد واحد منهم. خلال السنة دي واللي هي بمناسبة 9 شهور بس، ودي السنة بتاعتنا احنا الصحراء مش زي السنة بتاعتكم انتم 12 شهر. في خلال السنة دي
اتعلمت كتير على ايد ده واحد داعي اسمه طيلطوش، وده كان داعي التعليم. اما بقى داعي الخراب فكان اسمه سمهان، وفي كل مرة كان بيحاول يخوفني بطريقة مختلفة. مرة يظهر بشكل بشع ومخيف وينزل من بقه دم كأنه أنهار، ومرة يتحرك على أربعة كأنه حيوان وشه الشكل الدبانة، ومرة يظهر لي بشكل آدمي عادي بس ليه قرون طويلة وإيديه لمس الأرض من طولها. كل مرة كان بيظهر لي بشكل مختلف ومخيف، كانت محاولة منه إنه يرعب قلبي، لأن الخوف الحقيقي واللي هو بيشمه ويعرفه هو خوف القلب نفسه. بس أنا كنت مستعد جدا لحد ما بقى خلاص فاضل شهر وأنا لسه صامد معاهم. خلاص كده لازم يظهر لي هو، والنهاردة أنا لازم أعمل التعويذة وأقول العزيمة عشان أحضره هو نفسه. والفكرة إن كل الصحراء اللي صمدوا معايا لحد دلوقتي كانوا خلاص عملوا العهود بتاعتهم مع ملوك الأباليسة واللي هم حضروهم، هم دلوقتي في مرحلة التعلم، لكن أنا كنت لسه ما حضرتوش. أنا كل ده كنت بعمل تجهيزات لتحضيره، بس خلاص النهاردة وقت النهاية. أول ما ابتديت أقول التعويذة الهدوء بقى في كل مكان. حسيت إن كل العيون مترقبة وبتبصلي، بس أنا كان لازم أنساهم تماما عشان أتحضر كويس اللي هيجي. وفجأة لقيت الكهف اترج جامد وابتدى تراب ينزل من سقف الكهف. ظهر قدامي ديل أفعى وراس شبه راس البني آدم، بس كان فيها قرون طويلة جدا. كان عنده أربع أذرع وعنده حاجة شبه الجناحات بس محروقة، وهو كله على بعضه من النار. أنا مش هكدب عليكم، جوايا كان في رهبة كبيرة، بس ما بينتش. وكمان الفخر اللي كان جوايا بإني قدرت أقنع خدام ودعاة إبليس إني أستاهل إنه يحضر قدامي، سواء بقى عملت معاه معاهدة أو ما عملتش. طغى علي الشعور ده، طغى على شعور رهبتي. وفعلا أنا كنت أصلا ساجد طول ما أنا بقول العزيمة، ولما حضر إبليس كنت ساجد برضه. لقيته بيقول لي: انت مين يا انسي عشان تجرؤ تستدعي ابليس العظيم؟ مولاي ابليس، انا خادمك المطيع حكم. وعشان اسمك حكم افتكرت انك هتقدر تكون زي حكم؟ انا في طوعك وتحت امرك. هتعبدني؟ انا تحت طوعك. هتقتل وتزني؟ انا تحت طوعك يا مولاي. هتذبح ده وانت بتذبحه تسمي باسم ابليس؟ انتوا عارفين وهو بيقول لي كده كان بيشاور لي على انا هتبعه. عارفين مين اللي ظهر قدامي علشان اتبعه؟ ابويا. ايوه ابويا. افتكرت ساعتها ان النمرود عشان يملك الكون ذبح ابوه وقدم دمه قربان لابليس. واضح ان هي دي التضحية اللي ابليس بيطلبها، وعشان كده في صحرة كتير بترفض طلبه،
بس أنا رفضي ده معناه موتي، وقبولي معناه قوة غير محدودة. تفتكروا أنا بعد كل ده والتعب ده كله عشان أوصل لهنا هضيع تعبي ده على الفاضي؟ طبعا لا. أبويا أول ما شاف اللي أنا فيه وشاف المكان والمناظر اللي حواليا، عينيه كانت كلها رعب، بس الرعب بقى أضعاف مضاعفة لما شاف إبليس، والرعب عنده ووصل لأقصى حاجة لما أنا مسكته وكتفته. هو أصلا ما كانش فيه أي قوة للمقاومة، كان راجل عجوز وهزيل، والصراحة كمان هو كان يستحق، لأن هو اللي وداني للعالم ده بإيديه، وكمان شجعني لما طلبت إني أخدم مع جريد. كان بيفرح جدا بالفلوس اللي كانت بتجيله من الهوى. خليه يدفع الثمن. لقيت أبويا بيقول لي: أنت هتعمل إيه يا حسام؟ يا حسام يا ابني. خلاص يا أبويا، ما بقاش في حسام، أنا دلوقتي اسمي حكم. وقربت الخنجر من رقبته. باسم مولاي إبليس العظيم، أقدم لك روح أبويا قربانا. وذبحت أبويا بدم بارد جدا، ما تهزتش ولا اتحركت ولا حسيت بأي حاجة. بعد ما ذبحت أبويا دمه كان بينزل على الأرض ويختفي، جثة أبويا نفسها اختفت، وإيدي اتجرحت برضه وخرج منها دم. أول ما شفت الدم ده خارج من إيدي فرحت لأن ده معناه إن العهد بيني وبين إبليس هيكون عهد دم، مش عهد عادي ولا عهد قسم. الدم اتلاقى، دمي ودمه. أنا مش هقول لكم على كم القوة اللي حسيت بيها، بس هقول لكم على كم الجبروت اللي حسيت بيه لما لفيته ولقيت السحر كلهم ومعاهم ملوك الأباليسة ومعاهم حارس الكهف كمان ساجدين في الأرض قدامي وقدام إبليس. طول الشهر وأنا بتعلم السحر السفلي، بتعلم كل الطلاسم اللي موجودة في العالم، ومن مين؟ من إبليس نفسه. وجه يوم الخروج واتفتحت الصخرة، وقف الحارس قدام البوابة وابتدت الاختبارات، ومفضلش يومها غيري أنا واتنين كمان. بس الفكرة إني أصلا ما تعمليش اختبارات. الحارس جه لعندي وسجد، منتهى القوة اللي أنا وصلت له ده، ولا أي شيء في الكون هيقدر يقف قدامي. لما رجعت مصر ورجعت بيت الشيخ جريد وفتحت الباب ودخلت، ما لقيتش حد في انتظاري غير دنهش، وده لأن جريد كان مات وأنا مسافر. أول ما دخلنا دنهش سجد لأبوه وقال له: أبي ومولاي العظيم إبليس، ما كنتش مصدق لما جت الأخبار إنك عملت عهد مع الإنس ده. فإبليس رد عليه وقال له: الإنس ده هيكون له شأن عظيم معايا، الحقد والكره اللي في قلبه وحبه للمال وطمعه في السلطة هيوصله لمراتب ملهاش مثيل، ولازم أكون أنا بنفس اللي معايا دنهش. وبموت جريد فأنت عهدك معاه انتهى، ارجع ومارس مهامك
كملك على اخواتك. امرك امرك يا سيدي. واختفى دنهش، وابتديت انا مع ابليس، ابتديت معاه احكم عالم كامل من الجن والشياطين والمردة والابلسة. ابتديت انشر تعاليم ابليس. انا ما بقيتش ساهر بس، انا بقيت من الدعاء، من الدعاء بتوع ابليس. انا بقيت خليفة ابليس في الارض، وكله بيسمع ويطيع وبس. النهاردة في مجموعة جديدة هتخرج من الكهف، واللي عايز اعرفكوا عليه من ساعة ما حصل العهد بيني وبين ابليس، بقى لازم عليا ان كل سنة اروح عند الكهف عشان السحر الجديدة تسجد لي واديهم بركتي وبركة ابليس. ومن هنا ابتديت مرحلة جديدة ورحلة جديدة في عالم السحر. تمت.